إذن حديث الآن في هذه اللحظات عن رشقة صاروخية تستهدف قاعدة حقل كونيكو للغاز في سوريا، وتتحدث وسائل أعلام سورية عن تواصل إذن الانفجارات العنيفة وتحديدا قرب مطار دير الزور العسكري. إذن بروفيسور زهير بومامة، نحن الآن أمام جبهات متعددة مفتوحة، الحرب على قطاع غزة، نتحدث الآن عن قصف في سوريا والعراق، ماذا بعدنا أن ننسى الانتخابات الأمريكية القادمة، كل هذه المعطيات على ماذا تؤشر أو ما الذي تحمله الأيام القادمة؟ سأبدأ من حيث انتهيت أستاذة نسيبة. لا شك أن هناك حسابات أيضا لديها علاقة بالموعد الانتخابي القادم. بايدن يريد أن يظهر مجددا للأمريكان على بصورة المحارب الوارير، ويبعد عنه صورة الرجل الضعيف التي التصقت به لفترة معينة، وخاصة وأن كل عمليات صبر الآراء تجعله متراجعا بشكل كبير مقارنة بترامب الذي يتقدم بشكل قوي نحو موعد نوفمبر القادم، الرئاسيات الأمريكية القادمة. ولكن إذا رجعنا إلى المنطقة، أعتقد بأن هناك شيء خطير يحدث الآن مع هذا الجنون المتواصل في العدوان على غزة. كل المنطقة بل كل العالم الآن يعني يشهد جنونا ويشهد فقدانا للسيطرة على ما يمكن أن نسميه حركية متسارعة متقدمة نحو الفوضى، نحو الحروب، نحو المواجهات. وأعتقد بأن هذه الطريقة جربت كما قلت وفشلت وأثبتت عزها في السيطرة على المشاكل بأسلوب محاولة سحقها عسكريا. يجب أن تعود هذه الأطراف في مقدمتها واشنطن إلى التعقل وإلى الحكمة وإلى معالجة القضايا في المنطقة بإيجاد المخارج السياسية التوافقية التي تضمن السماع لكل الأطراف وأخذ مصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار لأجل تحقيق أمن وسلام مستدام هناك. غير ذلك مثل هذا الذي يجري الآن أعتقد كما قلت لن يزيد إلا في توتير وتعقيد الأزمات المستعصية مع هذا الذي يجري في غزة والعدوان الصهيوني المتواصل هناك.